نحن أمة قد احترفت الابتكار وصناعة المعجزات، لذا فإن يقيني بأننا نسعى نحو الغد والمستقبل. واثقين بأن بالجهد والعمل والتجرد والإخلاص ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. إعلان مدينة أسوان المصرية عاصمة للشباب الإفريقي للعام 2019 على أن يتم خلال هذا العام انطلاق ملتقى الشباب العربي والإفريقي بها. اهلا بكم حضرات الساده المشاهدين في هذه المتابعه الاخباريه من استوديو الان من اكسترا نيوز. نخصص هذه الفقره بكل تاكيد للاطلاع والنقاش حول اخر التطورات واخر الجلسات في هذا او هذه الفاعليه التي تستضيفها مصر بمحافظه اسوان، ملتقى الشباب العربي والافريقي، والذي تابعنا منذ قليل انتهاء جلسه من جلساته وهي الدائره او المائده المستديره تحت عنوان وادي النيل مصر للتكامل الأفريقي والعربي. مصر أيضا تضع تطوير قدرات الشباب الأفريقي في أولوية أجندتها خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي، وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا التوجه في العديد من المناسبات بعدما شدد على استعداد مصر لتدريب الكوادر الأفريقية وإنشاء بنى تحتية معلوماتية قادرة على تنمية مهارات الشباب. رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 من أهم محطات علاقة القاهرة بدول القارة، خاصة بعد السياسة المنفتحة التي تبنتها القيادة السياسية لدعم جهود التنمية وأجندة 2063. وعلى هذا النحو تتبنى مصر استراتيجية تدعم دور الشباب وتمنحهم الأولوية على أجندة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى إفريقيا 2018 أهمية تطوير البنية التحتية المعلوماتية كركيزة أساسية لدعم تطلعات الشباب الإفريقي وأهداف التحول الرقمي. زيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي وإدارة التمويلات الدولية والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم. إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية. وإيمانا بأهمية تطوير البحث العلمي وتعزيز الوعي الثقافي المشترك بين الشباب المصري والإفريقي والسعي نحو دمجهم في سوق العمل، أعرب الرئيس السيسي خلال جلسة محاكاة الاتحاد الإفريقي عن استعداد مصر لتقديم المنح الدراسية للكوادر الأفريقية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب. الأكاديمية الوطنية بتقوم بدور كبير، وإحنا مصرين على إن إحنا لأشقائنا في أفريقيا من الشباب ان هم انتم مرحب بكم للحصول على هذه الدورات اللي احنا حريصين في مصر على ان هي تكون بشفافية، تكون بمسؤولية، تكون بجدارة وكفاءة. وضعت الحكومة المصرية تصورا كاملا بالبرامج التدريبية المقترحة لتأهيل الشباب الإفريقي وربط رؤية مصر 2030 بأجندة إفريقيا 2063، أجندة متكاملة تحملها مصر إلى القارة الإفريقية لدعم هويتها والدفاع عن استقرارها في مواجهة قوى الإرهاب والظلام والتطرف الفكري. أهلا بكم مجددا حضرات السادة المشاهدين. الآن ننتقل إلى هذا الاتصال الهاتفي والأستاذ أحمد علي الباحث الاقتصادي. أستاذ أحمد أهلا بك على إكسترا نيوز. اهلا بحضرتك يا فندم وبكل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. في البدايه دعنا نتحدث عن المائده المستديره التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، وادي النيل مصر للتكامل الافريقي والعربي. تحدث السيد الرئيس عن التكامل او ملف التكامل الاقتصادي تحديدا بين دول القاره، وان مصر هي بوابه افريقيا وهي قلب المنطقه العربيه. كيف يتم تنميه الملف الاقتصادي في هذين السوقين في أفريقيا من جهة وتكامل عربي وسوق عربية مشتركة؟ يعني في البداية عندما تتحدث عن فكرة ومفهوم التكامل الاقتصادي لابد من التقييم ما بين الدائرة العربية والدائرة الإفريقية الافريقيه علشان نقدر احنا نحقق هذا التكامل بشكل جيد وبشكل ملموس ونتلمس نتائجه الاقتصاديه الايجابيه بشكل سريع، لابد ان احنا نتحدث في المقام الاول عن التكامل الاقتصادي في النطاق الافريقي اولا او داخل القاره الافريقيه. يعني منذ نشاه الاتحاد الافريقي وقبله في منظمه الوحده الافريقيه وبعد التحول الى الاتحاد الافريقي، واصبح هناك لجنه اقتصاديه معنيه بفكره التكامل ولجان اقتصاديه معنيه بهذا الشان، وايضا يعني تم انشاء العديد من التكتلات الاقتصاديه اللي ترعى مفهوم التكامل الاقتصادي ما بين دول القاره زي الكوميسا او السادك او إيكوس. لكن خليني اقول لحضرتك ان كلها كانت تكتلات فقط يعني على الورق، لكن لم تشهد الناس حيز التنفيذ الفعلي ويصبح التكتل الاقتصادي واضح داخل القاره الافريقيه بشكل ملموس تتلمس اثاره الدول الافريقيه، وبعد كده الحديث عن منطقه تجاره حره او سوق افريقيه مشتركه او خلافه. وبالتالي ده كان راجع لاكثر من عامل، منها ان العديد من الدول الافريقيه عضو في اكثر من تكتل اقتصادي اقليمي داخل القاره، وده حتى كان بيلقي على عاتقها قدر كبير جدا من العباءه اللي بتخليها انها غير قادره على انها تفي بالتزاماتها داخل نطاق كل تكتل. النقطة الثانية والأهم إن هذه الدول الإفريقية نفسها الأعضاء في هذه التكتلات كانت أعضاء في تكتلات اقتصادية أخرى عالمية، ووفائها وانتمائها وولائها للتكتلات الاقتصادية العالمية كانت بشكل أكبر وكبير وكامل يعني عن التكتلات الإقليمية داخل القارة. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم خلال الأعوام الماضية كانت هناك دعوة إلى فكرة إعادة تفعيل دور التكامل الاقتصادي الإفريقي مرة ثانية وتفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وأعتقد كان هناك توجيه لهذه الدعوة بشكل رسمي في منتدى التعاون الصيني الإفريقي اللي عقد منذ ما يقرب من حوالي 6 أشهر أو 7 أشهر تقريبا في الصين. الرئيس السيسي دعا إلى مفهوم تكامل حقيقي ما بين أبناء وبين دول القارة الإفريقية وحكومات الدول الإفريقية. أعتقد هذه المرة الحديث عن التكامل في منظور مختلف، لأن الآن مصر ترأس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، وبالتالي ده بيلقي على عاتقها بقدر كبير جدا من أهمية متابعة هذا الملف. لما نيجي نتكلم على الدائرة الأخرى وتحقيق التكامل ما بين الدول الإفريقية والدول العربية، الدول الافريقيه بتمتلك مناخ الاستثمار الخصب الجاذب ان هو يستطيع ان هو يجتذب كل انواع الاستثمارات، توفر الثروات الطبيعيه، بيئه الاعمال والمناخ التشريعي، وكل هذه الامور متوفره بشكل كبير جدا. الدول العربيه تمتلك فوائد ماليه قويه جدا تمكنها من ان هي تدخل في استثمارات مع الدول الافريقيه، واعتقد كمان ده واضح تحديدا في الدول العربيه اللي بتقع في منطقه الخليج العربي، ومن اهم هذه الدول طبعا دوله الكويت والمملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده، اصبح ليها موطئ قدم واستثمارات كبرى في منطقه افريقيا بشكل عام ومنطقه شرق افريقيا بشكل خاص. اعتقد ان مصر الان هتلعب دور القياده وفكره المنظم والمشرف على هذه العمليه والتقريب ما بين فكره التكامل الاقتصادي الافريقي العربي وضخ مزيد من الاستثمارات العربيه الى داخل السوق الافريقي، وايضا اعتقد كمان وجود مصر ودخولها في هذا الشان، لان احنا الان اصبحنا او التواجد المصري تحديدا استثماريا قوي جدا وتحديدا في قطاع البنيه التحتيه باعتباره واحد من اهم القطاعات الافريقيه الهامه اللي كل الدول الافريقيه بتسعى جدا ان تجتذب اكبر قدر ممكن في هذا القطاع وقطاع البنيه التحتيه. اعتقد دخولنا كمان في مجال بناء السدود وانشاء محطات الطاقه الكهربائيه والطرق والكباري وشبكات السكك الحديد هيعزز من التواجد المصري. أستاذ أحمد علي، أستاذ أحمد علي الباحث الاقتصادي، إذا لقد فقدنا الاتصال به. أستاذ أحمد علي الباحث الاقتصادي، على أي حال نشكره شكرا جزيلا على وجوده معنا، ونؤكد لحضراتكم أننا سنستمر في نقل فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي على مدار اليوم. أيضا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التاريخ المشترك بين الدول العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن التقارب بين الجانبين فكرة قديمة وموجودة منذ الآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي. وقد أشار الرئيس السيسي خلال فعاليات المائدة المستديرة وادي النيل مصر للتكامل الإفريقي والعربي بملتقى الشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان إلى المحاولات التي تعمل على تأصيل الخلاف بين العرب والأفارقة، متابعا الجغرافيا والتاريخ يعملان على تجاوز نقاط الخلاف التي يحاول أن يؤصلوها بين العرب وأفريقيا، ولكن لدينا مصلحة مشتركة بين الجانبين ولدينا موارد ضخمة جدا وقوى بشرية تصل إلى 1,300,000,000 نسمة. أيضا أضاف الرئيس خلال مشاركته بفعاليات المائدة المستديرة إلى أن مصر إلى أن 60% من سكان أفريقيا والمنطقة العربية دون ال40 عاما، وهذا الرقم الضخم يعد تحدي كبير رغم كونه ميزة، ويجب التنبه لهذا الأمر مع الطفرة التي حدثت في وسائل الاتصال. ننتقل الآن حضرات السادة المشاهدين إلى هذا الاتصال الهاتفي مع الدكتورة هبة البشبيشي الخبيرة في الشؤون الأفريقية. أهلا بك دكتورة هبة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. هناك تكامل بكل تأكيد بين دول القارة الأفريقية. مصر مهتمة بهذا الملف تحديدا مع رئاستها للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية في العام 2019، خطوة من ضمن الخطوات التي تتخذها مصر في الفترة الأخيرة لتعميق الوجود الأفريقي وفتح ما يسمى بسوق تجارية مشتركة أو سوق اقتصادية مشتركة في القارة الأفريقية. كيف نبدأ من هذا الملتقى لتحقيق ما تصبو إليه دول القارة؟ الحقيقة هو الملتقى ده بيعمل على تقليل الفجوة بين العرب وبين الأفارقة في إعادة صياغة بعض المفاهيم المغلوطة، زي ما تحدث السيد الرئيس عن الصورة الذهنية الخاصة بالعرب وبالأفارقة. الحقيقة كان لقاء مثمر جدا، تحدثنا فيه كثيرا عن يعني الإمكانيات المتاحة وكيفية التعامل مع الإشكاليات الحقيقية، منها طبعا تراجع طرق النقل. يعني هي من أهم العقبات اللي موجودة ما بين الدول الأفريقية والعربية، اللي بتخفض يعني زي ما حضرتك اشرت السوق المشتركه او يعني منطقه التجاره الحره. الحقيقه يعني هي من اهم ما يعيق هذه المنطقه فكره تراجع وسائل النقل وتراجع الطرق وتراجع البنيه التحتيه، كما اشار السيد الرئيس في عدد كبير من الدول الافريقيه. وبالتالي كل هذه الجهود يعني اعتقد انها لم تكن مثمره بالشكل المرجو منها، لكن خلينا نقول ان النهارده السيد الرئيس اشار على عدد كبير من النقاط اللي محتاجه لاعاده صياغه، محتاجه لاعاده يعني ترتيب. اشار على التجربه المصريه في البنيه التحتيه، وان مصر بدات في اعداد البنيه التحتيه الحقيقيه للدوله المصريه بصوره متلاحقه الحقيقه زي ما شفنا، وده اثر بصوره كبيره على الوضع المصري وقدرات مصر على جذب الاستثمار. الحقيقه طالما في بنيه تحتيه اكيد هيكون هناك استثمار بصوره او باخرى، وبالتالي ده هو يعني الجملة القصيرة اللي أشار إليها السيد الرئيس، وهي كلمة الاستقرار أو الاستثمار في الاستقرار. إذا كانت الدول العربية بتطمح للاستثمار، إذا لابد أن تستثمر في استقرار الدول الإفريقية وإعادة بناء بنيتها التحتية. كيف يكون أو ما هي الخطوات الحقيقية لتحقيق هذا الاستثمار في استقرار الدول الأفريقية التي تعاني من بعض المشاكل الاقتصادية أو الصراعات، وأيضا بعض الدول العربية التي نراها تخطو خطوات الأولى في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ الحقيقة طبعا زي ما أشار السيد الرئيس بداية هو مفهوم الأمن ومكافحة الإرهاب، وكما تحدثنا عن الهجرة غير الشرعية أيضا. الحقيقة إذا ما كانت هناك بنية تحتية ومشروعات واستثمار وتنمية مستدامة، بتصور أن هيتم القضاء بصورة أو بأخرى على يعني الإرهاب وعلى هذه الإشكاليات التي تظهر في الدول الإفريقية وتسبب مفهوم عدم الاستقرار. إذا ما تم التعويض عن هذا عدم الاستقرار هذا بمشروعات تنموية، أظن أن هذا ما يسمى باستقرار الدول الإفريقية. دكتورة هبة، أنت كنت حاضرة في هذه المائدة المستديرة وادي النيل مصر للتكامل الأفريقي والعربي. أهم ما لاحظتيه من مناقشات بين الحاضرين والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهم ما طرح وقد يخرج في شكل توصيات بنهاية هذا الملتقى؟ الحقيقة أهم ما لاحظناه جميعا هي يعني التعامل. السيد الرئيس بمستوى إنساني فائق يعني الجودة والإنسانية، تعامل معنا بصورة فيها نوع من البساطة والتباسط في الكلام، تحدث معنا من القلب. كان هناك رسائل محددة، منها أن الدول الإفريقية تحتاج بصورة أو بأخرى إلى الدول العربية والعكس صحيح. يعني هذه الرسالة القصيرة جدا التي تحدث عنها وأكررها، أن الاستثمار في الاستقرار. ما يعني الدول العربية بفوائد ميزانيتها هو الاستثمار، وما يعني الدول الإفريقية هو الاستقرار. الحقيقة النهاردة كان يوم حافل جدا. السيد الرئيس رحب بمنتديات الشباب وتحدث عن أن هذه المائدة سوف تستمر لأعوام. تحدثنا عن يعني طموحات وأمال هذه الشعوب وكيفية تحقيقها. طبعا النهارده كان يوم زخم جدا، افتتاح الجلسات الأولى صباحا وهذه الجلسة مع السيد الرئيس. الحقيقة هناك يعني طرح لأفكار كثيرة، يعني طرح لأفكار مختلفة في نوع من أنواع التفاهم بين الأفارقة. هناك كانت هناك فكرة حقيقة مغلوطة وصورة ذهنية سيئة للغاية عند العرب عن الأفارقة والعكس، عند الأفارقة عند العرب. الحقيقة ساهمنا بصورة كبيرة جدا النهاردة في أن هذه الصور يعني الذهنية الخاطئة تختلف وتتراجع، ويكون في إن شاء الله تعاونات على مستويات مختلفة بين الجانبين. دكتورة هبة البشبيشي الخبيرة في الشؤون الأفريقية، أشكرك شكرا جزيلا. أيضا حضرات السادة المشاهدين، ننتقل الآن على الهواء مباشرة إلى زميلي إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز من موقع الحدث من أسوان. إليك الكلمة إبراهيم، واطلعنا على ما لديك من معلومات حول الملتقى. شكرا لك حسام. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم من جديد من هنا من محافظة أسوان. ساعات قليلة وسيشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الختامية لهذا الملتقى العربي والإفريقي الذي يقام بالطبع لأول مرة هنا في عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الإفريقي. الآن دعنا نتحدث ونلقي يعني ربما الضوء حول أبرز الموضوعات وأهم يعني ما جاء في الموائد المستديرة وكذلك الندوات التي عقدت على هامش هذا الملتقى العربي والإفريقي. ولكن بداية مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز في هذا اللقاء، سيادة النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وأيضا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أرحب بحضرتك دايما سيادة النائب معنا عبر شاشة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. إذا تحدثنا خصوصا، دعنا أن نبدأ من الفكرة. هي فكرة انطلقت في أكتوبر من عام 2015، كانت مبادرة رئاسية بالتأكيد فقط للشباب المصري، وتم دعوة شباب العالم في منتديين اثنين في مدينة شرم الشيخ. يعني بمناسبة ترأس مصر الاتحاد الأفريقي، كان هناك أيضا هذا المؤتمر الخاص للشباب العربي والأفريقي. كيف ترى بداية سيادة النائب تطور هذه الفكرة إلى أن وصلت بهذا الشكل هنا في أسوان؟ نعم، بالتأكيد أن منتديات الشباب التي بدأت في شرم الشيخ وكانت على المستوى المحلي في البداية متعلق بمناقشة أوضاع مصر الداخلية وما تواجهه من تحديات، إلى أن تطورت الفكرة إلى أن يكون هناك بعد إقليمي وبعد دولي لمؤتمرات الشباب، إلى أن شاهدنا منتدى شباب العالم في أكثر من نسخة في شرم الشيخ، ثم الآن بنشهد ملتقى الشباب العربي والإفريقي. وأيضا هناك بعض التوصيات متعلقة بوجود مؤتمرات شباب متعلقة بالشباب الأورو متوسطي للمحيط الأورو متوسطي وغيرها من الأبعاد التي متعلقة بتواجد مصر على الخريطة. مصر بتتوسط كل هذه الأبعاد، ومصر لها بعد عربي ولها بعد إفريقي وبعد أورو متوسطي، وبالتالي مصر من خلال سوعة شبابها وعقولها وعقول شبابها يستطيعوا ان هم يجري حوار ويبنوا جسور من العلاقات مع الشباب في مختلف البلدان في العالم. مصر من خلال هذه الملتقيات والمنتديات بتجد لنفسها مساحات رحبة في عرض وجهات نظرها في مختلف المجالات، وفي القدرة على صناعة ما يسمى بتكامل الحضارات، ومحاولات يعني وقد أي طرف يسعى لتأجيج صراع الحضارات، وأن مصر تقدم نموذج في أنها ترعى الحوار بين جيل من الشباب بمختلف توجهاته ومختلف ثقافاته وحضاراته، للقدرة على أن نجعل الغد أفضل أكثر إشراقا من الحاضر الذي نعيشه اليوم. نعم، يمكن سيادة النائب مع انطلاق اليوم الأول لهذا الملتقى، يعني إن كنا نتحدث رسميا عن الملتقى العربي والإفريقي، بالأمس كانت الاحتفالية الخاصة لترأس مصر الاتحاد الأفريقي، جلسات عديدة، ربما عدد من الجلسات أيضا شهدها السيد الرئيس وشارك فيها عدد من شباب الدول العربية والدول الإفريقية. ونحن نتحدث الآن مباشرة على الهواء على بعد ساعات قليلة من الحفل الختامي. ربما ما هي النتائج التي تخرج عن هذا الملتقى ونحن نتحدث قبل ساعات من ختام هذا الملتقى العربي الإفريقي؟ بالتأكيد يعني هنا في البداية بتلتقي عبقريتين، عبقرية المكان، فأن أسوان هي مهد الحضارات وملتقى الثقافات العربية والإفريقية، فكان للمكان عبقرية بتلقي بظلالها على الموضوعات التي تناقش. العبقرية الثانية هي الموضوعات، صلب الموضوعات، بأنها موضوعات كلها تمس قضايا الشباب في المحيط العربي والإفريقي، وتسعى إلى أن يجد الشباب حلولا وابتكارات بوجهة وجهة نظر شبابية تستطيع أن تعالج التحديات التي تواجه الشباب العربي والإفريقي، واللي هي تحديات جمة. على البعد الاقتصادي وجدنا اليوم جلسات تتحدث عن ريادة الأعمال وبها كيف نواجه وحش البطالة الذي يواجه الشباب العربي والإفريقي. تحدثنا عن دعم البحث العلمي، دعم الرعاية الصحية، أيضا عن السلم والأمن في منطقة الساحل. كلها قضايا غاية في الأهمية ولها انعكاسات مباشرة على أوضاع الشباب في المجتمعات العربية والإفريقية. نحن نتحدث عن قارة هي قارة بالأساس قارة شابة. القارة الإفريقية 50% من تكوينها السكاني من الشباب، هي المستقبل كما ينظر العالم أجمع بأن إفريقيا بما تحمله من ثروات طبيعية وبما تحمله من موارد بشرية هي المستقبل لكل العالم، وبالتالي بات العالم ينظر لإفريقيا بحالة من التنافس، حتى أن نجد الدول شرقا وغربا تتنافس لأن تتواجد في إفريقيا وأن يكون لها دورا. وترى أن مصر دائما هي البوابة للعبور نحو إفريقيا. أنا بعتقد أنه كمان عبقرية هذا الملتقى ومن قبل المنتديات السابقة أنها لا تتوقف عند الحوار فحسب، وإن كان الحوار في حد ذاته هو شيء رائع في أن نلتقي وأن نتحاور وأن نتعارف وأن نكسر الحواجز، هذا في حد ذاته إيجابي. ولكن ماذا عن بعد هذه الملتقيات؟ وربما أيضا حضرتك تنقل لي ردود فعل بعض الشباب العربي والإفريقي حينما يعودون مرة أخرى إلى بلادهم ويتحدثون حول الموضوعات، حول ربما ما دار في هذا الملتقى هنا في هذه المدينة الساحرة جوهرة الجنوب أسوان. نعم، بالتأكيد. أولا فكرة أنك يعني تخرج، يعني احنا في انتظار الجلسة الختامية وسنسمع توصيات لهذا الملتقى. خروج توصيات من كل ملتقى ومنتدى بتكون ليست مجرد توصيات وإنما برنامج عمل يتم العمل على تنفيذه على أرض الواقع. أعتقد أن هذا أمر في غاية الإيجابية. إضافة لذلك أنه المشاركين هنا جميعا من الشباب المؤثر في دولهم العربية والإفريقية، وبالتالي هم بيحملوا ما شاهدوه هنا من نقاشات ومن حوارات ومن أفكار ومن رؤى إلى دولهم، حتى تستطيع أن تجد لهذه التوصيات مكانا للتنفيذ، وحتى نستطيع أن يعني نخرج بشيء إيجابي من هذه الملتقيات والمنتديات. أنا بعتقد أنه ما تم النقاش حوله اليوم وما تم الحوار حوله هو بيعد منطقة عربية ولإفريقيا مختلفة عن ما نعيشه اليوم في مكافحة الإرهاب، في مكافحة التطرف، في كل أوجه التحديات التي نشاهدها في عالمنا اليوم. بشكرك جزيلا سيادة النائب على كل هذه المعلومات، وأيضا شكرا جزيلا لإتاحة الوقت لإكسترا نيوز هنا من أسوان. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، كان لنا هذا اللقاء من هنا من مدينة أسوان مع سيادة النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وكذلك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يتواجدون وبقوة بمشاركة فعالة في هذا الملتقى الذي يعقد لأول مرة. زميلي حسام يعود مرة أخرى بالكلمة إلى حضراتكم. إليك حسام. شكرا جزيلا لك يا زميلي إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من أسوان، والشكر موصول بكل تأكيد لضيفك الكريم النائب طارق الخولي. هكذا حضرات السادة المشاهدين تنتهي هذه الفقرة من المتابعة الإخبارية من استوديو الآن. نشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله. سلام. نحن أمة قد احترفت الابتكار وصناعة المعجزات، لذا فإن يقيني بأننا نسعى نحو الغد والمستقبل. واثقين بأن بالجهد والعمل والتجرد والإخلاص ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. إعلان مدينة أسوان المصرية عاصمة للشباب الإفريقي للعام 2019 على أن يتم خلال هذا العام انطلاق ملتقى الشباب العربي والإفريقي بها.